السلام عليكم ورحمة الله، والسلام على فلسطين وعلى القدس وعلى الأمة العربية والإسلامية التي ما زالت تقدم فلذات أكبادها على طريق التحرير والجهاد والمقاومة لهذا المشروع الصهيوني الأمريكي وتحرير فلسطين واستقلالها بحول الله. سياسة الاغتيالات، هذه السياسة ارتبطت لدى المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية بشعار يد إسرائيل الطويلة القادرة على الوصول إلى كل مكان، والتي أدت إلى جعل المقابر تمتلئ بالضحايا ممن وصلت إليهم هذه اليد وقادت إلى تصفيتهم في مختلف أرجاء العالم. وفق تعبير آلون بن دافيد، يمكن التأريخ لسياسة الاغتيالات التي يتم فيها استهداف شخص معين محدد الهوية، يتم اختياره بشكل مسبق بهدف تصفيته بقرار رسمي، يمكن التأريخ لها بالعام 1972، حين قررت المجرمة رئيسة حكومة إسرائيل جولدا مائير ملاحقة واغتيال منفذي عملية ميونخ التي نفذتها منظمة أيلول الأسود التابعة لحركة فتح ضد رياضيين إسرائيليين كانوا يشاركون في الأولمبياد في ألمانيا. قرار مائير حول الدولة المارقة إسرائيل، وفق ألون بن دافيد الذي أعد سلسلة من 4 حلقات عرضها في القناة 13 الإسرائيلية، إلى الدولة الوحيدة في الغرب التي يأمر فيها رئيس الحكومة بإعدام شخص دون أن يعود لأحد أو أن تشرف على قراره لجنة رقابة برلمانية، لتتواصل بعدها عمليات الاغتيال والتصفية، وتطال أدباء مثل غسان كنفاني، وقادة أمنيين مثل أبو علي حسن سلامة، وأمناء عامين مثل إشقاقي وعباس موسوي، ومفكرين وقادة سياسيين في أصقاع الأرض المختلفة. أخذت سياسة الاغتيالات بعداً جديداً أكثر كثافة وتركيزاً منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في عام 2000، حيث تحولت إلى سياسة ممنهجة وعلنية وإلى جزء أساس من الحرب على ما يسمى الإرهاب وفق معهد الاستراتيجية الصهيونية، والذي أحصى 50 عملية اغتيال عن بعد عبر استخدام الطائرات والمروحيات في عام واحد هو عام 2005، وهو ما يكشف عن الوتيرة الكبيرة التي تم استخدام هذا الأسلوب فيها ضد المقاتلين الفلسطينيين في هذه الموجة التي اعتبرت الأعنف منذ احتلال العام 67 داخل الأرض المحتلة. هذه الاغتيالات تميزت في فترة الانتفاضة الثانية ليس بكونها أكثر كثافة، بل بكونها أصبحت بديلاً مريحاً عن الاعتقال وكمحاولة تقديم المشتبه به إلى المحاكمة، كما أنها طالت عناصر وجهات ميدانية غير مركزية لا يترك غيابها الفردي بحد ذاتها أي أثر جدي على الواقع السياسي والأمني، إلا أن استهدافها بشكل مكثف يخلق حالة من الترهيب والردع والانشغال في الحماية الشخصية ومحاولة التخفي بدل المبادرة لتنفيذ أو تخطيط عمليات جديدة. كثافة اللجوء إلى سياسة الاغتيالات وتوسيع دائرة ومستوى المستهدفين وردود الفعل العنيفة التي قادت إليها، كما حدث مع اغتيال القيادي في كتائب شهداء الأقصى في طول كرم رائد الكرم في عام 2002، الذي أدى إلى موجة عمليات تفجير في قلب المدن الإسرائيلية وانضمام حركة فتح للعمليات التفجيرية داخل الخط الأخضر، أثارت جدلا كبيرا في إسرائيل حول قضيتين أساسيتين: جدوى وأخلاقية وقانونية الاغتيالات. لكن رغم كل ما قلناه في المقدمة، بقيت وستبقى سياسة الاغتيالات الإسرائيلية من أبرز السياسات التي يلجأ إليها جيش الاحتلال والاستخبارات الصهيونية، وكان آخرها اغتيال السيد إسماعيل هنية رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في طهران، وهذه العملية كانت وستكون لها آثار ودلالات و أبعاد كبيرة نناقشها مع كوكبة من ضيوفنا الكرام. أرحب معي عبر سكايب بضيفنا الكريم الدكتور أديب زيادة أستاذ العلوم السياسية، الدكتور سليمان أبو ستة الكاتب والباحث الفلسطيني، الأستاذ سامر خويرة الباحث المتخصص بالشأن الفلسطيني. مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة ضيوف الكرام، أهلا وسهلا فيكم. هي طيب، أهلا وسهلا فيك دكتور أديب. أبدأ معك حول هذه العملية الجبانة، اغتيال جديد بعد اغتيال سبقه بساعات فقط في مساء الأمس لقيادي بارز في حزب الله، في الجناح العسكري لحزب الله،
وقد أكد الحزب أنه استهدف بالمناسبة صبيحة هذا اليوم، ثم يأتي فجر اليوم اغتيال شخصية أخرى وهي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. ما دلالات ذلك؟ لماذا لجأت إسرائيل مجددا إلى هذه السياسة؟ مرحبا بك وضيفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. سيد العزيز، إسرائيل بعد 10 أشهر في قطاع غزة لا زالت تراوح في عنق الزجاجة، لا هي تستطيع الخروج من قطاع غزة على هذه الشكل التي دخلت بها، ولا هي تستطيع ادعاء النصر في قطاع غزة كما يعني تحدثت العديد من المرات على ألسنة قادة الجيش والسياسيين، لا هي حققت أهداف عسكرية حقيقية على الأرض في قطاع غزة، لا هي استعادت الرهائن، ولا هي طالت رؤوسا مهمة في قطاع غزة، ولا هي أمنت جانبها هناك، ولا استطاعت على يعني حتى أن تمارس نوع من التطهير العرقي، بمعنى أن يخرج الشعب الغزاوي من أرضه ويغادر هذه الأرض، ولا هي استعادت الرهائن. لذلك هي معنية جدا بأي صورة نصر تعود بها إلى شعبها، معنية أن معني نتنياهو وحكومته أن تعود إلى أن يعودوا إلى شعبهم ويقول له بأنه حققنا انتصارات، وهذه من ضمن الانتصارات التي حققناها، وحقيقة صيد رأس كبير مثل رأس الشهيد القائد الكبير إسماعيل هنية هو يعني شيء مهم جدا معنويا وشيء مهم جدا في المردود النفسي، والأهمية البالغة هي حقيقة للداخل الإسرائيلي أكثر منه في التأثير على الجانب الفلسطيني. في الجانب الفلسطيني نحن تعودنا يعني طيلة عشرات السنين أن يكون هناك قادة يسيرون هذا الدرب ويسلكون هذا المنحى ويضحون بدمائهم ويضحون بأرواحهم ويغتالون على هذه الطريق وينالون الشهادة مثلهم مثل كل أبناء شعبنا، لكن في الداخل الإسرائيلي يراهنون على أنهم العودة برؤوس كبيرة من هذا القبيل يرفع أسهم حكوماتهم ويرفع أسهم قادتهم وزعمائهم. لذلك نتنياهو يحرص جدا الآن وحكومته الآن في غاية الانتشاء، لأنهم طالوا مثل هذين الرأسين، رأس في حزب الله ورأس في حماس، وليس أي رأسين، وبالتالي يستطيع الآن أن يفاخر طبعا نتنياهو أمام شعبه بأنه استطاع نيل صيد ثمين من المقاومة الفلسطينية، وهو نوع من التعويض حقيقة عن الخسارات الهائلة التي دفعها الإسرائيليون والصهاينة في جبهة غزة. 7 أكتوبر لا زالت تترك بصماتها في داخل المجتمع الإسرائيلي. 7 أكتوبر ترك بصمة لن تغادرهم وستظل مسجلة في تاريخ هذا الكيان وفي تاريخ هذه الحكومة وفي تاريخ قائد هذه الحكومة ورئيس هذه الحكومة نتنياهو تحديدا. من سجله الذي استمر 16 عام في الحكم أو أكثر، الوصمة التي ستلاحقه طيلة التاريخ هي وصمة 7 أكتوبر. لذلك يحاول أن يعدل الكفة ويعدل الميزان بالعودة بشيء من الانتصارات الوهمية بين قوسين لكي يعزي بها نفسه ويعزي بها شعبه. وما درى هذا الرجل بأن القادة والمسؤولون سواء كانوا في حماس أو غير حماس إنما تغذي دماؤهم الآلة الفلسطينية عجلة المقاومة الفلسطينية وتدفعها إلى الأمام أكثر فأكثر. وطيلة الفترة السابقة ما عهدنا أبدا أن قائدا يؤثر سلبا إذا استلبت روحه أو نعم. أو اغتيل أو هناك شواهد كثيرة من في الحركة الوطنية بلا شك. دكتور ابقى معي أرجوك وأنتقل للدكتور سليمان. هناك أمران مهمان فيما جرى. الأول هو أنه يأتي بعد خطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي وقد تحصل على شرعية جديدة وفتح شهيته ذلك التصفيق لمزيد من الاغتيالات، والثاني أنها تأتي بعد إعلان المرحلة الثالثة من العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، والمرحلة الثالثة كانت تتحدث عن عمليات مركزة وما إلى ذلك. ولا شك أن قادة المقاومة حتى خارج قطاع غزة وخارج فلسطين كانوا يتوقعون أن تكون هناك عمليات اغتيال خارج حدود فلسطين. كيف تنظرون إلى هذه العملية في هذا التوقيت وإلى تداعياتها المستقبلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك وللإخوة المشاهدين ولضيوفك الكرام. الحقيقة أن الكيان الصهيوني أراد أن يحقق في طهران وفي خارج فلسطين
ما عجز عن تحقيقه في قطاع غزة، بمعنى أنه لم ينجح في اغتيال الصف الأول لقيادة المقاومة في قطاع غزة رغم حربه المستمرة للشهر العاشر على التوالي، فأراد أن يحقق هذا خارج قطاع غزة وخارج فلسطين ونجح فيه. هذه قضية. القضية الثانية أن الاحتلال فشل في الضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة ودفعها للانكسار أمام المجازر التي يرتكبها، فذهب إلى مسار آخر ربما يعتقد أنه من خلاله يمكن أن يكون قادر على الضغط على المقاومة، وهو الذهاب إلى الدائرة الواسعة التي تساند المقاومة، فذهب للضغط على لبنان عبر الاغتيال الذي تم الليلة الفائتة والضغط على طهران من خلال أن يقول لهذا المحور محور المقاومة إما أن تذهبوا إلى حالة تتخلون فيها عن قطاع غزة وإما سندفع الأمور إلى النهاية تماما بإجباركم على الذهاب إلى حرب مفتوحة. وأنا أعتقد لأن الكيان الصهيوني لن يتوقف عند هذه الحوادث وسيستهدف خلال المرحلة القادمة مناطق أخرى وأهداف أخرى خارج فلسطين من أجل أن تصل هذه الرسالة سواء للمقاومة في لبنان أو حتى لإيران نفسها. والأمر التالي الذي دفع نتنياهو إلى اختيار هذا الخيار هو العامل الداخلي. نتنياهو أخفق في 7 أكتوبر وهو يتحمل المسؤولية السياسية لهذا الإخفاق، ومن هنا ذهب إلى حرب لن تنتهي قريبا من أجل أن يهرب من هذه المسؤولية، وهو يصعد هذه الحرب أكثر فأكثر من خلال هذه الاغتيالات المتواصلة. هذا من جانب، ومن جانب آخر يبدو كأنه أمام الجمهور الصهيوني كأنه البطل الخارق الذي استطاع أن يحقق لهذا الكيان ما عجز عنه آخرون، وذلك من خلال اختيار قيادات وازنة للمقاومة. عن الشق الثاني من سؤالك، ما هو تأثيرات هذا الأمر؟ هنا نتحدث عن تأثيراته على المقاومة. أنا أعتقد أن المقاومة بدون شك خسرت قائدا كبيرا مثل السيد إسماعيل هنية، ولكن في النهاية لم تتأثر مسيرة المقاومة بهذه الحادثة، لأنه لو نظرنا مثلا إلى حركة حماس على سبيل المثال وحاولنا أن نبحث عن قائد من قيادات حماس مات أو توفي وفاة طبيعية، ربما يعني نبذل جهدا كبيرا حتى نستحضر أحد الأسماء التي توفيت وفاة طبيعية. غالبية قيادات حماس استشهدوا برصاص الاحتلال، ومع ذلك مسيرة الحركة لم تتأثر. حتى في هذه المعركة الاحتلال أعلن عن اغتيال عدد كبير من قيادات الحركة العسكريين والسياسيين داخل قطاع غزة، ومع ذلك استطاعت الحركة أن تواصل صمودها، والجماهير الفلسطينية واصلت صمودها لليوم قرابة 300 يوم ولم تنكسر ولم تتراجع. وبالتالي لا أتوقع أن هذه الحادثة، والاحتلال يدرك هذا ربما، أن هذه الحادثة ستؤثر على مسار عمل المقاوم داخل فلسطين. تأثيراته الخارجية لا شك أن هذه الحادثة وضعت إيران أمام مأزق كبير، هذه تمثل ضربة كبيرة لسيادة هذه الدولة وإهانة بالغة لها أن يتم اغتيال أحد ضيوفها. وبالتالي أمام إيران اليوم واحد من خيارين، إما أن تذهب إلى التصعيد الكامل والشامل مع الاحتلال الصهيوني عبر الرد على هذه الحادثة بما يجبر الاحتلال لاحقا على عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وإما أن تبتلعها وتذهب إلى رد محدود، وهذا في تقديري سيشجع الاحتلال على مزيد من عمليات الاغتيال، لأن فكرة الردع لدى الكيان الصهيوني فكرة أساسية. هذا الكيان عندما ابتكر فكرة الردع لم يبتكرها نظرا لدراسة تاريخية لتجارب البشر، وإنما نبعت من داخل عقليته ومن داخل روحه الداخلية، وبالتالي هو أكثر من يستجيب للردع، وهو أكثر من يخضع للضغوط، وهو أكثر من يمكن أن يتراجع عن جرائمه إذا وجد من يردعه عن هذه الجرائم. وبالتالي إيران تدافع عن نفسها وتتجنب المعركة الواسعة إذا ذهبت إلى رد على هذه العملية. إذن أستاذ سامر، أبعاد مختلفة وربما تظهر أكثر الزمان قلنا بأن هي معركة مفتوحة، ولا شك كما تفضل الدكتور سليمان أن هذه المعركة المفتوحة تقتضي التضحيات وتقديم الرموز والقيادات بهذا الشكل، ومن العظيم أن تكون حركة مقاومة أيا كان اسمها يتقدم قادتها شهداء مثل عناصرها ومثل مقاتليها، لأنها جزء من هذا الشعب الذي يضحي وقد قدم قرابة 50,000 شهيد حتى الآن. لذلك لكن نتحدث في المكان مرة جديدة، يعني تجري عملية اغتيال في طهران في العاصمة، وهذا الرجل كان في ضيافة
هذه الدولة، ولعل كما قلنا عدم الرد السابق على عمليات اغتيال سابقة شجع إسرائيل على مزيد من العمليات، وأصبحنا أمام سؤال كبير الآن، ماذا عن الموقف الإيراني تجاه هذه المسألة؟ أول شيء أعظم شعبنا وأمتنا استشهاد القائد حتى لا نجامل، فجعة ضربة قوية، ضربة يعني لا يعني ستقلب الطاولة رأسا على عقب عن الاحتلال، ولكن أيضا قد تدفع باتجاه مسارات كثيرة. شخص مثل إسماعيل هنية له تأثير كبير ليس فقط على القضية الفلسطينية بل على الإقليم وعلى محور المقاومة، وأيضا هذا الرجل له تأثيرات كبيرة على الملف السياسي الفلسطيني الداخلي. سؤالك سؤال مهم جدا، ولا أخفيك يعني منذ ساعات الفجر عندما استيقظنا على الخبر وحتى الآن يطرح عبر منصات التواصل الاجتماعي ويطرح بين الصحفيين والكتاب والمحللين سؤال كبير جدا، لماذا اغتالت إسرائيل هنية في إيران؟ عجبني أحد الناشطين عندما قال ليس اغتيال هنية في إيران بل اغتيال إيران في هنية. أنا شخصيا أرى أن هذه سقطة أمنية غير مسبوقة للنظام الإيراني، وإسرائيل عندما كانت تقصف في إيران وتختال واغتالت زادة هذا الرأس النووي أو الشخص المسؤول عن الملف النووي، وإيران لم تحرك ساكنا، واغتالت وقصفت العديد من المواقع وإيران لم تحرك ساكنا. لا أعتقد إنه إيران، حتى أكون واضح أكثر، حتى اغتيال الرئيس الرئيسي في المرات الماضية كانوا يراودنا شك أن الطائرة يعني لم تسقط هكذا بسبب الأحوال الجوية، أنها عملية اغتيال واضحة، لكن إيران صمتت وما زالت تصمت. إيران تدعم المقاومة، إيران تمد حزب الله وحماس بالسلاح وبالمواقف، لكنها فيما يخص إيران ذاتها، إيران لا تختلف عن الأنظمة العربية ولا الأنظمة التي تقول الرد في المكان والزمان المناسبين. وبالتالي اليوم فعلا سؤالك مهم، ماذا سيفعل النظام الإيراني الجديد؟ أنت تخيل أنه القصف والاغتيال بعد أقل من 10 ساعات على تنصيب الرئيس الجديد، وبالتالي هي رسالة لهذا الرئيس ورسالة للنظام الإيراني أنه أنتم لا تستطيعوا أن تفعلوا شيء، ونحن نصول ونجول في طول البلاد وعرضها، نغتال ونقصف ونضرب، أين المنظومة الأمنية وأين المنظومة الاستخباراتية وأين القدرة على رصد الصواريخ؟ هذا بالفعل لو إسرائيل أرادت أن تقصف إيران لقصفتها يعني وقتلت الآلاف منها في الصواريخ، إيران تنظر ولا تفعل شيء. وبالتالي حقيقة وصدقا هناك أسئلة كثيرة، لماذا اختارت إيران أو إسرائيل الاغتيال في هذا الوقت؟ ولماذا إيران؟ هل كانت يمكن لها أن تغتاله لو كان في قطر مثلا؟ هل كان لها أن تغتاله في الطائرة في طريقه مثلا من دولة إلى أخرى؟ هل يمكن أن تغتاله وهو كان مثلا موجود في مكان معين؟ أظن أنه هي أسئلة كثيرة، لكن وجوده في إيران نقطة ضعف، ونقطة ضعف شديدة جدا، وكان مكشوفا الرجل بالأمس، ظهر في حفل التنصيب وبعد ذلك ذهب إلى أحد المعارض التي تجسد يعني كانوا يجسدوا قضايا كثيرة منها قضية فلسطين والمسجد الأقصى وغيرها. وبالتالي يعني ما بعرف هل هو كان رحمه الله طبعا يعني مطمئن إلى هذا الحد، تحرك وراح وجاء. أنا أقول لك وليس تقليل من الإجراءات. نعم نعم تفضل تفضل أخ سامر أكمل. الصوت لا يصل، أرجو أن تبقى معنا أستاذ سامر، صوتك لا يصلنا، سنعود إليك مباشرة بعد الدكتور أديب. دكتور أديب، نعود لقضية طبيعة الردود والتداعيات المتوقعة سواء من إيران أو ما يحصل في المنطقة بصفة عامة، وقد استبقت كما قلنا قبل قليل هذه الدويلة المارقة اغتيال هنية باغتيال قائد بارز في حزب الله، وكأن إسرائيل تعطي رسائل متفرقة متعددة الاتجاهات والأبعاد لجهات مختلفة في وقت واحد وفي فارق زمني قصير بأنني أستطيع أن أفعل كل شيء. قبلها بقليل وربما بساعات كانت هناك هجمة إعلامية باتجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأنه قال أنه يمكن لنا أن نتدخل في غزة كما تدخلنا في ليبيا في كرباخ وفي غيرها. هل نحن أمام سياق إقليمي جديد؟ هل هناك تفاعلات ما تجري؟ أم أن ما يجري حتى الآن غير كاف لتحريك هذه الدول واشتراكها في حرب أو في مواجهة واسعة النطاق ضد إسرائيل؟
هو للأسف يعني دعني أقول بأنه دوليا إذا نتحدث عن رد فعل دولية بالمعنى أن تشترك هناك دول أن تنخرط في هذه المواجهة، أعتقد أنه نحن بعيدون عن تلك اللحظة. حتى إيران التي ضربت منظومتها الأمنية وضربت منظومتها العسكرية وضربت في سيادتها وفي عقر دارها، يعني بالأمس حتى يعني أنا أكاد أقول أنها أبلغ من ضربة السفارة الأمريكية الإيرانية في دمشق، أبلغ بكثير، لأنه تحدث أتت في لحظة فارقة، أتت في لحظة يعني حاسمة، في لحظة تتويج للرئيس الإيراني في عقر دار وتحت حراسة الحرس الجمهوري، الحرس الثوري الإيراني، يعني يفترض شخصية زي هاي تحت حماية الحرس الثوري. وبالتالي أعتقد أنه يعني إيران في تصوري هي في ورطة كبيرة حقيقة، يعني إيران نأت بنفسها عن أن تنخرط بشكل مباشر في المواجهة التي يعني اجترحتها حركة حماس بداء من 7 من أكتوبر وحتى هذه اللحظة. نحن نتحدث عن 300 يوم إيران قررت أن تبقى مؤازرة عن بعد، يعني مؤازرة بالمواقف السياسية، بالمواقف الإعلامية، بالمواقف وتقول أنها تدعم ماليا وما إلى ذلك، لكن حقيقة أن يكون هناك شيء على الأرض بمعنى أن تنخرط إيران بمواجهة على الأرض لم يكن إلا في حالة اللي هي نحن نعلمها جميعا. ولذلك أعتقد الآن إيران في ورطة، إن ردت إيران فهي من الممكن أن تجر إلى ردة فعل أخرى من جانب الإسرائيل، وهذا ما لا تريده إيران حاليا. وإن ما ردتش أيضا هي المشكلة تكون يعني إنه الشرف كما قالوا اليوم، شرف الدولة الإيرانية تم المس به، يعني شرف الدولة وكرامة الدولة وسيادة الدولة نعم تم البث فيه، وبذلك لا يفهم أبدا. اسمح لي دكتور، هذا حدث دكتور أديب، هذا حدث عندما اغتيل قاسم سليماني ولم يكن الرد الإيراني على النحو المطلوب. نعم. يعني هناك سياسة الدولة تتطلب مزيد من الصبر والهدوء في بعض القضايا المتعلقة بعدو مشترك، وهي دائما تذكر بذلك، لكنها في سياستها الخارجية الأخرى تجاه دول عربية وتجاه بعض القضايا ليست كذلك. نعم، هي للأسف تمارس ما بين قوسين ما يسمى بسياسة الصبر الاستراتيجي في العلاقة مع إسرائيل. نعم. يعني رغم ضربات عديدة وجهت لها على الأراضي الإيرانية، سواء كانت ناولت شخصيات تتعلق بالبرنامج النووي الإسرائيلي الإيراني أو شخصيات وازنة في الحرس الجمهوري، ضربت على أرض إيران ولم تواجه هذه كل الضربات، رغم أنه هناك وضوح كامل بأن إسرائيل هي من وقفت خلف كل تلك العمليات الإجرامية والاغتيالات، إلا أن إيران آثرت أن تمارس ما يسمى بالصبر الاستراتيجي. مسألة انخراطها في المنطقة العربية لا نريد أن ندخل بها حقيقة، لأنه احنا يعني نفس الملفات في الحالة. نعم. هذه ونتحدث عن يعني العلاقة مع فلسطين في الجانب. نعم. هذا. نعم. لذلك أعتقد أنه الآن أن يكون هناك رد إيراني من الضرورة، بالضرورة لازم يكون هناك رد، وإن لم يكن هناك رد حقيقة ستكون دولة إيران الدولة أو اللي هي بتعتبر محور المقاومة، هي العمود الفقري في محور المقاومة، يفترض بين قوسين نظريا، إذا هذا العمود الفكري ضرب بهذا الشكل ومس بهذا الشكل، أن يغتال رأس المقاومة الفلسطينية، أن يغتال في عقر دارها ولا ترد، هذا حقيقة سيجعل كل دور إيران يعني تحت السؤال، تحت المساءلة. وبدأت هناك أصوات كثيرة تتحدث، إذا كان لم يستطع الحرس الثوري أن يحمي ظهر شخصية زي شخصية إسماعيل هنية في لحظة زي هاي، يفترض أن يكون هناك استنفار أمني واستنفار عسكري كبير في دولة إيران، فماذا ننتظر لاحقا؟ لذلك أعتقد أن إيران في مأزق وعليها أن ترد، ولا بد أن ترد، وإن لم ترد يعني دورها كله سيكون تحت المساءلة. مسألة أن تنخرط دول أخرى أعتقد أننا للأسف نحن بعيدون عن ذلك، وما سمعناها من تصريحات تبقى تصريحات نظرية، وهي من ناحية نظرية صحيحة. وإذا أردنا أن نختبر كل هذه المعادلات التي تتحدث عن إمكانية انخراط دول عربية في أقل من المواجهة، ويمكنها من خلال مواقف أقل من المواجهة المباشرة أن توقف الحرب على غزة، تستطيع. وحتى تركيا بإمكانها كان من اليوم الأول أن يكون لها مواقف مختلفة. نعم. عن مواقفها الحالية، وتستطيع من خلالها أن تكون دور كبير جدا في وقف الحرب بشكل مبكر أكثر من ذلك بكثير. لكن للأسف أنه يعني أن نكتفي بالتصريحات ونكتفي بالأحاديث ونتحدث بالنظريات ونقول أنه باستطاعتنا أن ندخل، نعم نظريا تستطيع أن تدخل تل أبيب، وتستطيع أن تدخل القدس، وتستطيع أن تحرك جيشك باتجاه، لكن هناك العديد من القضايا دون ذلك يمكنك أن تفعلها. نعم. يعني ما
الذي يمنع؟ ما الذي يمنع إذا كان هناك تحرك على حالة الفلسطينيين وتحرك على وضع غزة وتحرك أمام المجازر التي تحصل؟ ما الذي يمنع على سبيل المثال أن تتولى دولة زي تركيا على سبيل المثال دعوة بعض إن لم يكن كل وزراء الدفاع العرب أو المسلمين أو مظلة مجلس التعاون الإسلامي على سبيل المثال للإنعقاد فقط للتداول حول وضع غزة، أو على الأقل 5 أو 6 سبع دول من الدول الكبيرة العربية والإسلامية أن تدعى لوزراء الدفاع مثلا على سبيل المثال لتدارس الموقف في فلسطين وكيفية الرد على الموضوع هذا؟ مجرد الدعوة مجرد الاجتماع كان يمكن أن يحدث فارقا كبيرا. نحن لسنا حاجة فقط إنه يعني يا إما الجيش التركي يدخل إلى تل أبيب أو لا نفعل شيئا في كثير من القضايا التي نعم. يمكن أن تفعل، يمكن أن يطرد السفير الإسرائيلي من تركيا وتغلق السفارة وتقطع العلاقات الدبلوماسية، يمكن كثير شغلات. صحيح لذلك دكتور. لا أعتقد نعم. حقيقة أن يترتب على المسألة الدولية تحديدا أن يترتب عليها شيء، لا وإنما ربما يكون هناك محور المقاومة، أقصد الأطراف الآن منخرطة في المقاومة، حزب الله وأنصار الله في اليمن ربما يكثفون مضرباتهم، والآن بالشيء يذكر يعني كون الحادثتين حصلتا في نفس الوقت، مسألة القائد في حزب الله والقائد في حماس، اعتقد ربما حزب الله ستكون ضربته اقوى مما كانت عليه ربما لو تم الاكتفاء بالشكر، لان هذا المحور في اختبار حقيقي كما تفضل دكتور، وهذا الاختبار ليس فقط متعلق باغتيال هنيه وان كان قد حصل وجعل من الاختبار اكثر صعوبه وثقلا، ولكن ايضا من اجل القضايا التي حصلت في الاسابيع والايام الماضيه. دكتور سليمان، عندما ننظر الى هذا الموضوع ايضا نلاحظ بأن هذه السياسة بدل الاغتيالات المفتوحة، الحرب المفتوحة، أولا باتت أو أبعدت محاولة الانقسام والاقتتال الداخلي في الكيان الصهيوني. كان موضوعنا بالأساس الذي سنتحدث عنه ما يجري في قاعدة بيت ليد وما يجري في سجن سيدي تيمان وهذه السيطرة للعصابات الصهيونية لابن كفير وعصاباته على المشهد الصهيوني وانشغال الجيش بذلك واضطراره لسحب قواته من غزة ومن الضفة لمحاولة الحفاظ على القاعدة العسكرية للجيش في بيت ليد. نتنياهو بخبثه ومكره نقل المسألة إلى الخارج لمحاولة السيطرة على الأمور وقام بعملية الاغتيال. دعنا نذكر مرة أخرى بأن هذه الاغتيالات تعبر عن كيان مهزوم ومأزوم في الحقيقة ومهزوز يحاول استعادة الثقة، وليس عن كيان يحاول أن يقول مرة جديدة بأن اليد الطولة تستطيع أن تفعل أي شيء. الحقيقة أن الكيان الصهيوني جرب سياسة الاغتيالات طويلا وعلى مدار سنوات، وأنا كما ذكرت غالبية قيادات حماس الذين فارقوا هذه الدنيا فارقوها بنيران الاغتيال الصهيوني، ومع ذلك مسيرة الحركة لم تتغير منذ أن عرفناها، وهي تسير في مسار المقاومة، اختارت هذا الطريق وواصلته وما زالت تواصله وهي مصرة عليه حتى هذه اللحظة، وهو ما ينطبق على العديد من الفصائل الفلسطينية الأخرى التي عاشت بدورها سلسلة اغتيالات لم تدفعها في أي لحظة من اللحظات إلى التوقف. ولكن أحد التفسيرات المحتملة لهذا الاغتيال متعلقة بأن نتنياهو يريد أن يهرب من الانقسام في الكيان الصهيوني عبر هذه العملية، ولكن هنالك قد يكون تفسير آخر ينبغي النظر فيه كاحتمال وارد، وهو أساساً أن ما يحدث في الكيان الصهيوني من رغبة نتنياهو الكبيرة في زيادة وتيرة الصدام في المنطقة والإصرار على خوض هذه المعركة رغم أن الأجهزة الأمنية تطالب نتنياهو بالذهاب إلى صفقة وتطالبه بالتوقف، ورغم أن الجيش يريد أن ينهي هذه المعركة حيث قال في مثلاً في رسالة لقادة 4 فرق تعمل في قطاع غزة لنتنياهو بأن الجنود مرهقون، ومع ذلك نتنياهو يواصل التصعيد أكثر فأكثر ويضغط على الجيش من أجل الاستمرار. قد يكون أحد تفسيرات هذا أن نتنياهو يريد أن يحكم قبضته على المؤسسة العسكرية بعدما قامت به في مواجهة ما يسمى بالإصلاحات القضائية قبيل 7 أكتوبر. أحد أدواته للسيطرة على المؤسسة العسكرية هو توريطها في مزيد من المعارك والحروب وإنهاكها وإشغالها، وقد يأتي هذه المواجهة التي يريد لها نتنياهو أن تكون مفتوحة مع إيران ومع حزب الله ومع غيرها من محور المقاومة كما رأينا في قصف الحديدة قبل أيام على سبيل المثال، قد يكون هذا أحد أهداف نتنياهو
أنه يريد أن يشغل المجتمع الصهيوني بعيدا عن سعيه للهيمنة على المؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية والاستمرار في حكمه حتى عام 2024 على الأقل، وبالتالي هذا قد يساهم في تعزيز الانقسام في داخل الكيان الصهيوني، لأن الجيش قد لا يرى في هذه المعركة معركة مناسبة. واليوم سمعنا أصوات في المجتمع الصهيوني وتعبر عن المؤسسة العسكرية بشكل غير مباشر أن عملية الاغتيال التي تمت اليوم ستنهي أي أمل في التوصل إلى صفقة تطلق سراح الأسرى الصهاينة في قطاع غزة. وبالتالي نتنياهو يضرب أكثر من عصفور في حقيقة الأمر بهذه العملية. هو يريد أن يرسل رسالة إلى المجتمع الصهيوني بأنه قوي، ويريد أن يرسل رسالة إلى الجيش بأنه مستمر في هذه المعركة ولن يتراجع، ويريد أن يرسل رسالة إلى المعارضة الصهيونية بأنها لا تستطيع أن تقف في وجهه لأنه في النهاية مستمر في هذه المعركة ويخوضها. وبالتالي لا أحد اليوم في المعارضة الصهيونية يستطيع أن يرفع صوته بعد هذه العملية الفاقعة والمدوية التي حدثت في طهران. وبالتالي كل هذه أدوات أو أهداف يسعى لتحقيقها نتنياهو عبر عملية الاغتيال التي قام بها اليوم، والتي ترفع من سقف المواجهة في المنطقة، وستقرب إذا لم تكن بشكل آني المواجهة المفتوحة والحرب الإقليمية، فإنها تقرب كل الأطراف من حرب إقليمية، لأن واضح أن هذه السياسة لن تتوقف عند هذه النقطة. من الواضح أن نتنياهو بدأ يذهب نحو سياسة جديدة، بدأت بقصف الحديدة ثم قصف بيروت بالأمس ثم قصف طهران اليوم، وقبل قليل كان هناك حديث عن قصف في الأراضي السورية، وبالتالي هو مستمر في هذا المسار الذي سيدفع في النهاية إلى مواجهة مفتوحة مع قوى الإقليم، وهو في النهاية ما سيعد عبء على كل حلفاء هذا الكيان في المنطقة وسيضر بمصالحهم. ولهذا رأينا انتقادات كبيرة لعملية الاغتيال التي تمت في طهران، ما كان لهذه الانتقادات التي خرجت من روسيا والصين وتركيا وغيرها أن تكون بهذه الحدة لو تمت عملية الاغتيال مثلا في قطاع غزة أو في أي مكان. نعم. طيب أستاذ سامر، ألا تعتقد بأن هذه العملية طبعا الآن تؤجل كل أحاديث عن صفقة أو عن اتفاق ما لوقف هذه الحرب، حرب الإبادة على قطاع غزة، وبالتالي يكون نتنياهو قد حقق هدفا تكتيكيا أيضا بإبعاد هذا الشبح الذي يلاحقه، شبح وقف الحرب، لأنه يعلم أن هناك حسابا شخصيا سيدفعه فيما لو توقفت الحرب عن الفشل الذي بني به في 7 أكتوبر وما بعده حتى الآن، وعن عدم مقدرته على حسم المعركة وحسم نتائجها. إلى أين تتوقع أن تتجه الأمور فيما يتعلق بموضوع الاتفاق الذي حتما سيتوقف الحديث عنه، وقد نقلوا الأمور للمفاوضات إلى أوروبا في الفترة الأخيرة، يعني بعد أن كانت قطر ومصر تعملان على مدار 10 شهور في تلك الجهود للوساطة، انتقلت الأمور بطبيعة الحال إلى الجانب الأوروبي. أكون واضح وصريح معك، يعني الخيارات أمام حماس صعبة جدا وصعبة للغاية، يعني هي بين نارين، بين نار إنها يعني توقف عملية المفاوضات التي أنا بنظري لا قيمة ولا وزن لها منذ أشهر، خرجت معكم وقلت إنه نتنياهو يراوغ ويطبق ما كان يفعله هو وسابقيه من رؤساء الحكومات مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وإدارة عملية المفاوضات وليس المفاوضات نفسها، فعلى مدار عقود ولم يعطهم شيء. هو يحاول أن يطبق ذات الأمر مع المفاوض اللي من حماس، بمعنى أنه بدنا نروح على قطر، بدنا نرجع على مصر، بدنا نعدل الورقة الرابعة، عندنا تعديل على البند الخامس، عندنا شرط جديد، وبالمقابل يستغل هذا الوقت لينفذ اغتيالاته التي تجري في قطاع غزة. أذكرك أنه بعد اغتيال الكبير لمنطقة المواصي، وقيل أنه محمد الضيف كان أحد الشهداء واستشهد رافع سلامة، حماس قالت لن نوقف عملية التفاوض. أنا بنظري كان هذا يعني بطريقة أو بأخرى دليل أنه ما في عندها خيارات أخرى، إما تفاوض أو لا تفاوض، إذا فاوضت لن تأتي بنتيجة، وإذا لم تفاوض هذه كما ذكرت أنت أمنية نتنياهو أن تتوقف عملية المفاوضات. حماس للأسف أكون صريح للمرة الثالثة والعاشرة لم تعد تملك قوة حقيقية تجبر الاحتلال على الرضوخ للمفاوضات، وبالعكس تماما الاحتلال أنا بنظري مرتاح، هو متعود على موضوع المراوغة وبيضيع الوقت وينفذ على الأرض جرائمه
اغتيالات في قطاع غزة لكبار القادة العسكريين، وخرجت الاغتيالات الآن من الضاحية الجنوبية لصالح العاروري وصولا إلى إيران للشهيد رحمه الله إسماعيل هنية. وأعتقد أن القائمة ستطول، أنا لا أستبعد اغتيالات أخرى تطال قيادات سياسية وقيادات عسكرية في قطاع غزة وفي غيره. بالمحصلة الوقت للأسف للمرة الرابعة أقولها في صالح الاحتلال الإسرائيلي. حماس يا أخواننا تفاوض العالم ولا تفاوض إسرائيل، حماس تفاوض قطر وتفاوض مصر وتفاوض الأنظمة العربية قبل أن تفاوض إسرائيل وتفاوض أمريكا وتفاوض أوروبا. اللي بيفكر إن هم يفاوضوا فقط إسرائيل هو مخطئ. اليوم العالم كله تكالب على المقاومة الفلسطينية، دعك من المسيرات ودعك من كل ما يقال وتغير الرأي العام العالمي. مع احترامي لضيوفك الأكارم، أنا ما زلت لست متشائما بقدر ما هي قراءة واقعية للحال. الواقع صعب وصعب جدا، لكن هذا لا يعني الاستسلام، لا يعني أنني أدخل. هناك كلمة سر تماماً. نعم نعم صحيح كلامك أستاذ سامر، لا شك أن الواقع صعب، لكن كلمة السر التي يريد نتنياهو أن يسمعها هي استسلام المقاومة ورفع الراية البيضاء. والمقاومة لا. تعرف جيدا بأنها خلال العقود الماضية ولا سيما بعد أن صنعت معجزة 7 أكتوبر لا يمكن أن تصل إلى هذه المرحلة. أصلا الشعب الفلسطيني لا يقبل بذلك بعد كل هذه التضحيات، وبالتالي هي معركة ستستمر كما تعرف وربما تتوسع أكثر، لكن ليس من المتوقع أن يكون ثمن هذا الترهيب والقتل والإجرام من خلال اغتيال القيادات أو حتى قتل. يعني بالأمس في خان يونس بعد أن انسحبت قوات الاحتلال وجد الناس ما يزيد عن 250 شهيد في تلك الأماكن. وبالتالي أعتقد أن المسألة حتى لو بقيت في ميدان غزة وميدان المقاومة ففي النهاية صمود الشعب وبقاؤه أكبر انتصار. كلامك صحيح 100%، لا يفهم أبدا من دعوتي ومن كلامي الاستسلام، على العكس تماما. أبداً أبداً. حماس بفضل الله سبحانه وتعالى والمقاومة بخير، وأكبر دليل صمودها الأسطوري وقدرتها على توجيه ضربات قاتلة للاحتلال الإسرائيلي. لكن أنا أقول أن المشكلة السياسية أكثر منها ميدانية. المشكلة أنه اليوم حماس حقيقة الخيارات أمامها تضيق أكثر وأكثر، لأنه الأمر على الأرض صعب، الحالة الإنسانية غير مسبوقة، الدمار هائل، الاحتلال واضح جدا أنه لا يريد أبدا أن يوقع أي اتفاقية. الدول العربية، قبل قليل وزير الخارجية القطري وأنا معكم على الهواء يقول كيف سنفاوض شخص يقتل من يفاوضه. يعني حتى الوسطاء وصلوا إلى قناعة راسخة أن إسرائيل بتلعب فيهم. مصر الآن انسحبت شبه تماما من المفاوضات، لأنه هي ذهب المفاوض أو الوسيط إلى تل أبيب وجاء بعرض من نتنياهو، وافقت عليه حماس في 6 مايو الماضي، ثم رفضه نتنياهو أو رفضته إسرائيل من جديد. وبالتالي هذا تهميش للمفاوض المصري وباحتلالها لمحور فيلادلفيا. بالتالي إسرائيل لا ترى مصر ولا تهتم أبدا لمصر. دعنا نتوقف هنا بالضبط، هذا يحتاج إلى سؤال فعلا مع الدكتور أديب. دكتور أديب، غياب النظام العربي وحتى غياب يعني الحس الأمني العربي، وكأن هذا القتال وهذه المعركة بين المقاومة الفلسطينية التي كانت تدعم من أنظمة عربية سابقا في عقود خلت، كأنها يعني تشكل خطرا على إسرائيل، على الأنظمة العربية أكثر من إسرائيل. ومن الغريب أن نجد هذا التصلب العربي الإسلامي من كثير من الدول تجاه المقاومة الفلسطينية بصرف النظر من يقودها الآن. وعندما ذكر زميلي مصر فما زال السؤال قائما عن مصر كدولة عربية كبيرة ذات تاريخ ممتد وحاضر حتى اليوم في القضية الفلسطينية. أين هذه الدول؟ ولماذا لا تبحث عن مكانة ما؟ لماذا لا تعنيها القضية الفلسطينية والتي تشكل واحدة من القضايا المركزية بالنسبة للأمم العربية والإسلامية اليوم؟ سأجيبك عن هذا السؤال، لكن عليت عليك قليلا على مسألة الصفقة وإمكانية الحلحلة في هذا الملف أو عدمه. حقيقة مسألة الصفقة أعتقد ربما ودعنا نقرأ القراءة موضوعية فقط وليس يعني من باب الرياضة العقلية، ربما يعود نتنياهو إلى شعبه ويعتقد أنه الآن ربما يكون في إمكانية أن يذهب باتجاه صفقة، لا سيما أنه هذه مقرونة مع رأس كبير من حركة حماس اسمه إسماعيل هنية. يعني ما كان يمنعه ولا سابقا من التوقيع على صفقة هو شعور بأنه أي صفقة ستكون انتصار لحماس.
حركة حماس، وستكون حركة حماس تفاخر أمام مجتمعها وأمام المجتمع الإسرائيلي وأمام العالم كله بأنها حققت انتصار على إسرائيل وسجلت نقطة في الهدف الإسرائيلي بإجبارها على توقيع الصفقة. الآن ربما بعد أن عاد نتنياهو برأس حمساوي كبير من هذا الوزن وبرأس من حزب الله، الآن برضو يعني هذا رفع أسهمه بشكل كبير في الداخل الإسرائيلي وأعاد نسبيا نوع من الثقة للمواطن الإسرائيلي بمنظومته الأمنية ومنظومته العسكرية التي تستطيع أن تفعل ما فعلته خلال اليومين السابقين بشكل مزدوج في لحظات في ساعات متقاربة. فربما تكون هذه يعني من باب المفارقة أنه يعني عامل مساعد رب من جانب في أن يدفع باتجاه وفي المقابل أيضا ربما تستغل أمريكا نفسها في بمعنى أن تذهب أمريكا إلى نتنياهو وتقول له ها قد الآن يعني تستطيع أن تقول أنك حققت نوع من الذي تريده، بمعنى الآن ما فعلته هو عبارة عن انتصار حقيقي، انتصار كبير أنك جبت رأس إسماعيل هنية، فدعنا نوقع الصفقة، دعنا نذهب باتجاه الصفقة ونتم الأمر ونذهب باتجاه على الأقل المرحلة الأولى. نظريا ممكن هذا الكلام، ممكن أن نذهب باتجاهه، وممكن أنه حتى حركة حماس إن وجدت هناك يعني تساهلا في الجانب هذا من جانب الصهيوني والأمريكي والوسطاء ربما تذهب بهذا الاتجاه رغم كل ما حصل. على كل حال، لأنه كما قال سسامي قبل قليل بأنه يعني الأوراق اللي بيد حركة حماس كي تدفع عن شعبها ما هم فيه حاليا للأسف هي أوراق محدودة، يعني الأوراق الوحيدة التي يعني تحاول أن تستند إليها حركة حماس حاليا هي الرهائن اللي بين إيديها، ثم المقاومة في الشمال إلى مقاومة حزب الله والأفعال التي تقوم بها أنصار الله في اليمن. وما عدا ذلك حقيقة للأسف لا عندنا موقف، لا عروبي، لا دول عربية، ولا دول إسلامية، ولا شعوب حتى عربية. دعنا نقول ليس فقط أن نحمل الأنظمة العربية، الشعوب العربية أيضا والشعوب الإسلامية في حالة خدر كبير جدا، أو في حالة موت سريري للأسف، بحاجة إلى إنعاش لا أدري ما هو طبيعة الإنعاش الذي تحتاجه حتى تنتعش وحتى تقوم مجددا وتنهض على قدميها. وللأسف حتى فلسطينيا في الداخل الفلسطيني، يعني تحدثت عن غزة وحدها هي التي تكابد كل ما تكابده، يعني الآن الضفة الغربية رغم كل الأحداث اللي عم بتصير لكنها لا ترقى أبدا لمستوى المتوقع من الضفة الغربية والممكن، حتى لا نتحدث عن غير الممكن، نحن نتحدث عن الممكن في الضفة الغربية نحن نتحدث عن الممكن داخل الخط الأخضر. أخي العزيز، داخل الخط الأخضر هناك ممكنات كثيرة ولكنها لا تمارس. لذلك حركة حماس حقيقة عندما تذهب باتجاه الصفقة تحت أي ظروف وتحاول أن تجني حد أدنى من المقبول على شعبها وحد أدنى مقبول على أمتها وعليها كحركة، أعتقد هو لأنه لأن ظهرها للأسف مكشوف، ظهرها مكشوف داخليا، ظهرها مكشوف خارجيا، ظهرها مكشوف شعبيا، ظهرها مكشوف رسميا، وهي ليس لها إلا بطولات قادتها أو شبابها ومجاهديها وصمود الناس على الأرض حاليا. ما عدا ذلك أخي كل المعادلة حقيقة تشتغل ضد الحركة وضد المقاومة، الإقليم ضد المقاومة. وعليك أن تلاحظ الآن حتى هذه اللحظة أخي على الأقل نصف الدول العربية إن لم يكن ثلاثة أرباع الدول العربية لم تدن عملية اغتيال قادر إسماعيل هنية. نعم. حتى هذه اللحظة، يعني الساعة الآن الساعة الثالثة الآن من العصر، بعد 10-12 ساعة من عملية الاغتيال، تمت عملية الاغتيال الساعة الثانية صباحا، الآن نتحدث عن ما بعد الثانية بعد الظهر 12 ساعة، عندنا على الأقل ثلاثة أرباع الدول العربية لم تدن العملية، بمعنى آخر أنهم مبسوطون مرتاحون لما حصل، بمعنى يعني الذي يتحدث عن مسألة أنهم هم شركاء فعلا. عندنا إحنا منظومة عربية جزء منها على الأقل جزء وازن منها هو شريك في هذه المجزرة التي تحصل، هو شريك في الضغط على حركة حماس. وإلا كان بالإمكان مصر وحدها أخي من أول أسبوع أن توقف الحرب، مصر بإمكانها أول أسبوع توقف الحرب بدون قتال، أن توقف الحرب، وتركيا بإمكانها أن توقف الحرب من أول أسبوع، وغيرها أيضا من الدول، الجزائر، المغرب، الدول العربية الوازنة بإمكانها أن توقف الحرب. لكن عدم الذهاب بهذا الاتجاه هو بقرار
بإرادة سياسية مسبقة عند هؤلاء القوم أنهم يريدون أن يتخلصوا من هذه الحركة ويتخلصوا من وجع هذا الوجع الرأس هذا إلى الأبد مرة وإلى الأبد. نعم. لا يريدون أن يستعيدوا 2008 ولكن يبدو دكتور نعم أشكرك دكتور على هذه النقطة التي أثرتها. نعم ولكن يبدو أن القاتل المأجور الذي يستعينون به وطبعا أمريكا تدعم وهي شريكة دكتور سليمان يبدو أن هذا القاتل المأجور الكيان الصهيوني ونتنياهو ليس قادرا على تحقيق هذه الأهداف لكل الراغبين بالقضاء على المقاومة الفلسطينية وعلى القضية الفلسطينية وعلى حركات بعينها مثل حركة حماس كالآن يعني رائدة وقائدة للعمل المقاوم والجهادي في فلسطين المحتلة. لماذا أقول ذلك؟ لأن المهلة التي حصل عليها نتنياهو هي الأكبر في تاريخ الحروب في المنطقة. نحن نتكلم عن 10 شهور، بعد شهرين يعني نشرف على عام كامل، ومع ذلك نجد أن هذا الفشل في تحقيق الأهداف ما زال قائما، ونتنياهو وحكومته غير قادرة على ذلك مع كل الدعم والإسناد الذي تتحصل عليه من المواقف سواء من الإقليم أو من أمريكا. لذلك وبعقل بارد اليوم نتكلم وبعقل استراتيجي دكتور سليمان، بالنظرة إلى هذه المعركة كواحدة من المعارك التي تؤصل للعلاقة مع المحيط وتعيد ترتيب أوراق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية على نحو آخر مختلف، يعني بمعنى آخر جرت نظريات كثيرة قبل ذلك في الحديث عن دور الأمة، دور الأنظمة، من أين نبدأ وأين ننتهي. فاليوم كيف يمكن النظر إلى أبعاد هذه المعركة بعد 10 شهور؟ دكتور نحن لا نسمع صوتك. نعم تفضل. نعم كنت أقول أن علاقة الشعب الفلسطيني بالأنظمة العربية هي علاقة مريرة جدا منذ ثورة عام 36 والتي فشلت بسبب الحكام العرب الذين تدخلوا لدى قادة الثورة الفلسطينية وطالبوا بإدخالها في حالة من السكون مقابل وعودات ثبت لاحقا أنها كاذبة وأسست لإعلان قيام الكيان الصهيوني على الأرض الفلسطينية، ثم مرورا بالقضاء على ما سمي آنذاك حكومة عموم فلسطين التي حاول المفتي أمين الحسيني التأسيس في قطاع غزة وتم القضاء عليها منذ اللحظة الأولى، مرورا بالصدام بثورة الشعب الفلسطيني في العديد من البلدان العربية والتآمر عليها، وصولا إلى اللحظة الراهنة التي تعيش القضية الفلسطينية بهذه العلاقة مع هذه الأنظمة. وبالتالي أنا تقديري أن الشعب الفلسطيني يدرك طبيعة هذه العلاقة ولا يتوقع من الأنظمة العربية أن تقدم جديدا. أما بخصوص الشعوب العربية فهي شعوب محتلة مثل الفلسطينيين، هي بحاجة أو قبل أن تفكر في نصرة الفلسطينيين يجب أن تتحرر، والدليل على ذلك أنه لو نزل الآن إلى أي من العواصم العربية أي شاب يتظاهر احتجاج على اغتيال القائد إسماعيل هنية سيتم الزج به في المعتقلات وربما يمضي في السجون 20 سنة قادمة، وهذا تعبير عن حالة احتلال، ليس شرطا أن يكون الاحتلال موسوما باسم أجنبي بقدر ما هو تعبير عن حالة اضطراب يعيشها الإنسان في وطنه ولا يستطيع من خلالها التعبير عن رأيه. وبالتالي الشعوب العربية قبل أن تنصر فلسطين بحاجة إلى أن تنصر نفسها وأن تتحرر من حالة الاحتلال التي تعيشها ومن حالة الحرب. شكراً دكتور، شكراً. تعيشها اليوم. انتهى الوقت دكتور سليمان أبو ستة، أعتذر لمقاطعتك، أشكرك كنت معنا عبر سكايب، كما أشكر ضيوف الكرام دكتور أديب زيادة أستاذ العلوم السياسية، أستاذ سامر خويرة باحث متخصص بشأن الفلسطيني. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، شكرا لفريق العمل على إنجاح هذه الحلقة، تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.